حبيبي هيدا، ممكن تشرح لي عن حبيب عبد الرحمن بن عمر؟ نعم، الحبيب عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن العطاس هو من أبناء الحبيب عمر صاحب الراتب، ويلقبون هؤلاء بالفقية. لماذا؟ لأن انتشر في ذرية هذا الإمام عبد الرحمن بن عمر علم الفقه، كانوا مهتمين بعلم الفقه، فقيل لهم الفقية، مثل البلفقي، مثل البافقي، لكن هنا لغة البادية وقالوا لهم الفقية. ويلقب هذا أيضا الحبيب عبد الرحمن القمر، يلقبون بعبد الرحمن القمر. لما؟ لأن وجهه مثل القمر، وهو ابن الحبيب عمر صاحب الراتب، وجهه مثل القمر. كان له ابن يسمى شيخان بن عبد الرحمن وعبد الله بن شيخان، تولوا القضاء في مدينة حريضة. ذرية هذا الحبيب عبد الرحمن تولوا القضاء وكانوا قضاة حريضة. اجتمع في وقت واحد من ذرية هذا الحبيب سبعة قضاة تولوا القضاء من ذرية هذا الحبيب، وعلماء صالحين. فهو من أبناء الحبيب عمر، فابن الحبيب عمر سالم بن عمر وعبد الرحمن بن عمر وعبد الله بن عمر، وأما الابن صاحب القبة الثاني فهو الحسين، له قبة أخرى. هذا هو عبد الرحمن بن عمر العطاس، ذرية له في حريضة وفي دنوسية وفي الحجاز وفي أماكن كثيرة، ويلقبون الفقية. فإذا قيل لك من هم الفقية فهم ذرية هذا الحبيب عبد الرحمن بن عمر بن صاحب الراتب، والله أعلم. شكرا يا حبيب، بارك الله فيك.